حتى يعني في مسألة العتاب المستمر والكلام ده يعني يعني متن أخذته بنزول، كان نفسي أخذه بعلوم، لكن حدثتني أمي عن أبي رحمه الله، شوف نزلت أنا درجة. ها كان المفروض أخذه عن أبوي على طول، بس أبوي الله يرحمه يعني توفي وأنا في ثالث إعدادي، يعني كان لسه إيه الواحد ما عنديش المعانى للكلام. بقول لك كان في راجل متجوز اثنين، والراجل ده كان عادل جدا، تسليم شباب. المهم ربنا سبحانه وتعالى كده قصدي ما ماتوا في يوم واحد هما الاثنين حظوظ. ها الاثنين ماتوا في يوم واحد. الراجل بقى قال لك ايه، طيب انا عايز ابقى عادل لاخر درجه. البيت معروف انه له باب واحد، وهو لو طلع نعش قبل الثاني يبقى فضل النعش الاولاني، فلازم النعشين يطعوا لبعض علشان ايه، عشان يبقى عادل بقى لحد الاخر لحظة. فيفكر يفكر، المهم هذا تفكيره نهد جدار اوضة، ها من الاوضة اللي على الشارع على طول جنب الباب الرئيس على طول، عشان النعشين يطلعوا مع بعض. المهم عمل المسألة وهد الجدار وطلع النعشين قبال بعض، المهم ايه ودفنهم والحمد لله خلاص. قامت اللي طلعت من الجدار المهدود جات له في المنام، قالت له بقى تطلعها من الباب الرئيسي وتطلعني انا من الباب المهدود، ها يعني مفيش فايده يعني. شوف حتى بيتعذبوا حتى بعد ما ايه، حتى بعد ما اتدفنت كمان.